مرحبا ويسعد لي ايامكم وكل اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوني بهذا الفيديو، ويعطيكم الف عافيه. رجعت لكم اليوم بوصفه جديده، وصفه كتير سهله وبسيطه وسريعه التحضير، ممكن نعملها على السحور او ممكن نعملها على الفطور، وان شاء الله رح تنال اعجابكم. خليكم معي لاخر الفيديو نشوف طريقه التحضير. في عندي هون خبز صمون، او ممكن نجيب خبز توست كمان بصير. رح نقطعها بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو، خاصة لما خبز التوست أو الصمون بيكون بايت عندكم فما هو طيب وهيك يتاكل بايت، فإذا نعملها بهي الطريقة بتطلع تازة وكتير طيبة. في عندي هون 3 حبات من البيض، رح أضيف رشة ملح مع رشة فلفل أسود مع شوية فلفلة حمراء، ورح نخلط المكونات كتير منيح مع بعضها. كمية البيض على حسب كمية الخبز يلي بتكون تستخدمين. أنا استخدمت صمون ونص. في عندي هون كاسة صغيرة من الحليب، ما رح تحسوا بنكهة الحليب فيها أبدا، بس بتعطي نكهة كتير طيبة مع البيض خاصة لما بنقليها. رح نغمز شرحات التوست أو الخبز بقلب البيض يلي جهزناه، ما رح أعيفه كتير، مجرد هيك تقليبة وحدة وتوقفة. رح شيلها حطها على طرف، رح كمل كل الكمية بنفس الطريقة. مجرد ما غمسناها بالحليب والبيض المفروض نقليها فورا لحتى ما تمتص سوائل كتير وتفرط معنا. وهلا رح اقليها بزيت حامي على نار متوسطة، ما رح نقليها كتير، مجرد ما يشقر لونه هيك وتشو قفا، ورح نشيله ونحطه على محارم المطبخ حتى يمتص الزيت يلي امتصه. بتمنى تجربوا هاي الوصفة على السحور او ممكن على الفطور، خاصة اذا اولادكم ما كانوا بحبوا البيض بهاي الطريقة رح ياكلوها. كتير طيبة ومقرمشة مع كاسة شاي وشوية زيتون. وهيك وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله حبيتوا وصفتي وحبيتوا طريقتي في التقديم. اذا حبيتوها لا تبخلوا علي بلايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد، وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأحباب لحتى هن يستفيدوا. وشكرا لحسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء، وباي باي.